حضرتك. اهلا، مساء النور يا استاذ احمد. اهلا وسهلا. قضيه زي ما قلت كده، قضيه مجتمع، قضيتنا كلنا اللي حصل على مدى اليومين اللي فات، والراي العام فيما يتعلق ب من قام بتحرش بعدد من الفتيات. تابعت هذا الامر ازاي؟ وتحركنا في البرلمان هيكون ازاي ان شاء الله بكره؟ والله انا تابعت الامر بمنتهى الاهتمام. نعم. علشان دي رساله مجتمعيه. نعم. دي دلاله على طريقه التفكير. انا سميت حتى البيان اللي قدمته الست المصريه خط احمر. يعني في احترام قائم على جميع الجوانب، وزي ما سمعت الدكتوره مايا مرسي. نعم. من جميع الجوانب الشرعيه والقانونيه والخطاب السياسي لرئيس الدوله. بيقول انا وزير المراه. ازاي احنا اول حاجه لو سمحتني ما بنعلمش ولادنا وبناتنا في البيت ان البنت زي الولد، زي ما كان بيقول صلاح جيد، زي ما بحترم امي يبقى بحترم البنات اللي بشوفهم في اي حته، زي ما انا ملتزم في البيت وعارف ان يعني الخروج عن الادب شيء ممنوع لازم اعاقب عليه، يعني الولد تبقى تربيته ان انا مش البنت بس هي اللي عليها يعني تعليمات او قواعد اخلاقيه، الولد كمان. انا بشوف ان ده خطر شديد على تماسك المجتمع المصري. الأستاذ أحمد، إحنا طول عمرنا زمان ما كانش حد بيسمع عن الكلام ده خالص. في نوع من الاستهانة، الاستهانة باحترام الكرامة الإنسانية للمرأة في الشارع، في المدرسة، في البيت. وأنا جدا مع فكرة إن المدرسة مع البيت هم أول ناس. أنا لما أقرأ قصص فيها الولد الصغير بيحترم زميلته، وهي كذلك المسألة متبادلة من ناحيتين. وكذلك طبعا في دور على حضراتكم، زي ما حضرتك بتتكلم، اتكلمت بقوة في بداية البرنامج عن الموضوع ده. أنا مجرد بستهجن بشدة إن الناس بتاخد هذه القضايا باستهانة، يعني خلاص غلطة وهي صلت من الولد ومستقبله. طب ومستقبل البنات؟ البنات مستقبل. صحيح. البنات. صحيح. حضرتك ما بتفكرش فيه؟ مستقبل بنتي أو والدتي أو أختي، مش ده موضوع يهمنا كلنا؟ طبعا. زي ما حضرتك قلت. وبعدين دي دلالة خطيرة على إن إحنا برضو ينقصنا شيء في التربية، يعني ينقصنا شيء في التربية. إن الولد فاكر إنها نوع من الفتاكة يعني، أو الاستعراض أمام أصحابه، إن هو يقدر يخدع بنات بريئات في سن صغير زي ما أنا قريت. إحنا يا أستاذ أحمد نحتاج إلى إعادة نظرة في إصلاحنا الثقافي. لازم العقلية دي اللي بتستهين بالبنت أو بكرامتها، وده ضد كل ما يقوله رئيس الجمهورية طول الوقت. لما يعني الناس بتطالبه بوزارة المرأة بيقول أنا وزير المرأة. ده بقدر اهتمامه. عندك نائبات وعندك وزيرات وعندك ناس في منتهى المناصب، في مختلف المناصب الهامة، لكن المهم إيه؟ إن أنا أبقى في قرارة نفسي مقتنع بالكلام ده. نعم. يعني الكثير، معلش باستثناء يعني قلة في الإعلام، كثير من الناس بتنظر للقضية إنها مش حكاية يعني هتقعدوا بقى تتكلموا فيها. يا فندم إحنا بنتكلم مستقبلا، احنا خايفين على بناتنا وعلى احفادنا، وخايفين على المجتمع المصري الجميل اللي هو عمر ما انت كنت محتاج فيه تقول عيب التحرش. عيب ده كانت عيب بشده يعني، اخر حاجه يعني الواحد يعتبرها قله ادب ان واحد يقول كلمه. لكن الاحداث اللي بنقرا عنها يا استاذ احمد دلوقتي شيء محزن، والله محزن. ست النائبه كمان ما فيش اي مبرر لاي حد يعتدي على واحده، تاكل ايه، تشرب ايه، هو ما يعني ماله، هي حره بالزبط. يعني بالزبط. هي حره، هو مش وصى عليها كمان. بالظبط. بتلاقي بعض اصوات كده عجيبه جدا يقول لك لا وانت مالك، يعني مين اللي قال لك انت عايز تفرض نفسك على الشارع يا فندم؟ ده يعني ده في الاخر لما نرفع لدرجه اعلى نقول هو ربنا اللي هيحسبنا. سيادتك مالك، سيادتك مالك. يعني انا لما فاكر حياتك الحوادث اللي كانت جت فتره بتحصل في الجامعه كده وتحرشات وكده، يقول لك اصل هي جت لابسه ما اعرفش ايه وجت اتكلمت بطريقه ايه. يا فندم زي ما حياتك بتقول بالظبط، انا متفقه معاك. هو حضرتك واصي عليها؟ هو حضرتك هتعاقب بدلها؟ هي حره يعني. لا يعني احنا بقينا المساله والله والله يعني انا اسفه ان انا الاحظ يعني كم يعني لا يستهان بي من الناس، سواء يعني رجال او سيدات، بيشوفوا ان القاء اللوم دائما على البنت او على المراه. ودي بعد الف شر عن اي حد. دي لو حصلت بعد الف شر لحد قريب منك،
يعني انا معلش هتجاوز الكلام واقول انت ما كنتش هتروح تجيبه من رقبته؟ يعني يهون عليك بنات الناس وانت عارف ان انت لا تحتمل حاجه زي كده. استاذ احمد احنا محتاجين كمان لما الولد يتحاكم ويطلع مذنب او بريء او ايا كان هنعرف حقيقه الموضوع. نحن جميعا نثق في النائب العام بصفته يتحدث طبعا بدلا من المواطن طبعا في شان القانون. نعم حضرتك لما يكون بقى في عقوبه لازم يا استاذ احمد تعلن بوضوح، لان ده نوع من الردع الاخلاقي للناس ان المساله مش سايبه، إن إذا كنا كلنا يعني أو الناس كلها اللي في المناصب عارفة قيمة المرأة. فحضرتك يعني الواحد بس مش عايز يتجاوز نطاق يعني موضوعي في الكلام. إحنا هننتظر قرار النائب العام وحننتظر نتيجة التحقيقات، لكن نحن كلنا بقى يا أستاذ أحمد سويا كمجتمع يجب أن نعمل على الإصلاح الثقافي في التفكير من أول المدرسة ومن أول البيت علشان مجتمعنا يبقى مجتمع مستنير محترم موضوعي لا نسمع فيه يا رب ان شاء الله تاني عن مثل هذه الجرائم. احنا محتاجين قانون الاجراءات القضائيه، محتاجين زي ما بقول كده الردع، عنصر الردع مهم جدا في هذه النوعيه من القضايا. صحيح هو ده اللي يخوف الناس كمان. وبعدين الموضوع مش محتاج ان انا البيت كمان عليه مسؤوليه، لسه حضرتك بتتكلم ودكتوره ما بتتكلم، البيت سواء ولاد او عليهم مسؤوليه كمان. يعني ولادنا كمان مهم بيتنا وفي ان انا بعمل التوعيه للولاد او للبنات حتى في البيوت. طبعا انا مع حضرتك. وبعدين الولاد بيتعلموا في المدرسه، يعني لما ياخد درس في ابتدائي او يقرا قصه فيها معاني كلها خلقيه نبيله انا برضو هتاثر. القصص اللي كنا احنا بنسمعها واحنا صغيرين او المدرسه كان فيه احترام يا استاذ احمد، احترام لكل شيء، لنظام الفصل وللمدرس وللمدرسه والزمايل وزملائي. احنا بس ما نضيعش يعني ثقافه المجتمع المصري الاصيله في الاحترام وفي القبول وفي اعتبار. كنا نشوف في الافلام العربي القديمه كده يقول لك ده بنت حتتي، ده ما حدش يجي جنبها. يعني حتى المعاني البسيطه في الافلام الابيض واسود بتاع زمان كانت بتتكلم عن المعنى ده. احنا دلوقتي مش عايزين نشجع معاني ثانيه. حضرتك سياده النائبه كمان مع البنات يقدموا البلاغات عشان النيابه كمان تاخد الاجراءات القانونيه. ما هن التحقيق طبعًا التحقيق طبعًا لازم يبقى فيه مجنى عليهن، وبالتالي لازم يروحوا يقدموا بلاغات للنيابه عشان النيابه تشتغل كمان. انا هقول لهم نموذج بسيط. آه. حضرتك فاكر لما كنا بنقول التحرش ومن سنتين تقريبا كان في بنت في سوهاج وواحد تحرش بيها بس كانت في كاميرا. فهي كانت شجاعه وراحت الاسم والراجل خد المتحرش ده خد عقوبه. انا عارفه انها صعبه وعارفه ان الثقافه المجتمعيه البنات يخافوا يتكلموا ويخافوا يدخلوا اسم او يروحوا للنائب العام، بس انا بقول لهم حاجه واحده، هم كده بيحموا غيرهم وبيعاقبوا المعتدي اللي هم هيفضلوا فاكرين يعني فعلته الشنعاء طول حياتهم. فهم من ناحيتين، من ناحيه حضرتك اسمك لن يظهر ولا قضيتك ولا حد هيجيب سيره ولا سيره الاهل، لكن حضرتك هتساعدي جهات انفاذ القانون في انها تعلن ان حصل كذا 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 والمتهم تم الحكم عليه بكذا. مزبوط. وبعدين والله هيخدموا يا استاذ احمد غيرهم من الاجيال الثانيه اللي تقول احنا هنعمل زي فلانه او من غير فلانه، احنا مش هنسيب حد لازم يتشجعوا عشان يروحوا. وهيبقى ما حدش هيتكلم لا اسماء ولا هيكشف عنهم طبعًا. ولا جميع هيحافظ عليهم كمان. طبعا طبعا احنا بالنسبه لنا دول بطلات. نعم. تقدموا بشجاعه وانقذوا المجتمع من احد المجرمين ببساطه كده. صح. فاحنا يا استاذ احمد حابين نقول كده بوضوح، لن نسمح بإهانة الكرامة الإنسانية. نعم. لأي مواطن وسواء سيدة أو يعني رجل لأي أو حد لأي حد. وبعدين أنا دايما فاكرة الصورة، فاكرة حياتك الصورة لما سيادة الرئيس راح مع السيدة الفاضلة حرمه وزاروا البنت اللي كانت في المستشفى ومعاهم الورد وحياتك راحت حاجة. طيب. مش البنت لم يظهر، اسمها لم يذكر. يعني رئيس الجمهورية راح لها لغاية عندها. صح. ولم يذكر اسمها ولم نرى شكلها. لكن كانت رسالة واضحة أيامها. نعم. فهو احنا بقى لازم نشتغل على انفاذ القانون بصرامة. مفيش حاجة اسمها اللي ضيع مستقبله اذا كان مذنب هو اللي ضيع مستقبله. مظبوط.
اهله اللي ضيعوا مستقبله يعني انا اسفه بقله التربيه مش احنا. فيعني حضرتك يا ريت تتبنى القضيه دي ونفضل عليها على طول ان شاء الله.